سأتحدث معك بالجانب الاقتصادي في هذا الحوار معك سيد يوسف. تصريحات الرئيس أردوغان بخصوص الزيارة إلى السعودية جاءت على هامش مؤتمر المصدرين باسطنبول. أذكر لك هنا إحصائية وأرقام التصدير إلى السعودية بحسب أيضا هنا بيانات هيئة الأحصاء التركية عن أن الصادرات التركية للسعودية انخفضت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، فبعدما وصلت إلى 3.2 مليار عام 2019 وصلت إلى انخفاض إلى 189 مليون دولار فقط في عام 2021. كيف سيكون مستقبل العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وتركيا؟ طبعا لابد أن نقول بأن السياسة لا تعرف القطعية، وبالتالي هناك دائما مرونة، والتقارب الآن السعودي التركي هو يدخل من ضمن التغيرات الجيوسياسية في المنطقة والتي تنعكس بالنتيجة على العلاقات الاقتصادية. تركيا هي من طرفها لم تجعل تأثير مباشر للسياسة على الاقتصاد، كانت القنوات الاقتصادية التركية مفتوحة، ولكن المشكلة كانت في الطرف السعودي الذي هو كان دائما يؤذي يعني تأزم الأمور بشكل سلبي اقتصاديا. الآن تركيا تأمل من خلال هذا التقارب وهذه الزيارة وعودة العلاقات السياسية إلى مجرى طبيعي أن يكون هناك تحفيز وفتح قنوات الاقتصاد مرة أخرى التي هي الآن مغلقة من جانب واحد. المنتجات التركية التي هي لديها سوق كبير في السعودية تم منعها من الدخول إلى الأسواق السعودية، وكان هذا ربما أهم النتائج على التأثير السلبي على ميزان الصادرات من عام 2021. كيف سيحل هذه المشكلة سيد يوسف؟ هنا يعني ذكرت لك الأرقام الخاصة بالتصدير إلى السعودية، ماذا تقول المستثمرين؟ ماذا عن المصدرين إلى السعودية؟ هل بالفعل سيستطيع الرئيس أردوغان حل هذه المشكلة اليوم بين السعودية وتركيا؟ في الأصل هو لا توجد مشكلة، في الأصل هناك كان تناميا كبيرا بالعلاقات الاقتصادية، مجلس استراتيجي تركي سعودي أعلى، تعاون على مستوى الحكومات اقتصاديا، تصدير الأسلحة للقوارب البحرية ولخفر السواحل السعودي، علاقات تجارية كانت في قمة الهرم الاقتصادي كبيرة جدا، ولكن حادثة اغتيال خاشقجي عام 2018 هي التي أدت إلى نتائج عكسية. الآن نحن أولاد اليوم، والآن التطورات تمشي برياح إيجابية مع التغيرات التي حدثت في المنطقة. وأتوقع بأن السعودية الآن ستعيد إعادة النظر في كثير من قراراتها من طرف واحد تجاه المنتجات التركية واتجاه الاقتصاد التركي. الزيارة من قبل الرئيس أردوغان إلى السعودية لها معاني أتوقع أنها ستثمن بشكل إيجابي من قبل الأطراف السعودية وستنعكس بشكل إيجابي. تركيا بلد جاذب للاستثمار، وهنالك تنافس حقيقي بين الدول عموما في المنطقة للاستثمار في تركيا. الإمارات كانت لديها نفس المشكلة مع تركيا وتجاوزتها من خلال نجاح الدبلوماسية لكلا البلدين طيب احتواء الأزمات، وأتوقع أن الدبلوماسية التركية والسعودية ستنجحان في احتواء الأزمة وتعود الصادرات والتعاون الاستثماري.